بنبارك لك طبعا على الجائزه وبنبارك لك على الانجازات اللي انت عاملها مع الفريق النسائي. الله يبارك في حضرتك. اهلا بحضرتك. بنتشرف بيكم وموجودين في النادي عندنا. عايز اسال حضرتك حاجه، اشمعنى اتجهت لتدريب الفتيات؟ هو عن طريق الصدفه. احكي لنا بقى ايه اللي حصل. انا كنت لعيب كوره في نادي الشبرا، وفريق نادي جولدي كان بيلعب، هو في نص ملعب وانا في نص ملعب، انا لعيب والبنات لعيبه. فكان الاداري كابتن ايمن حسان ده جاري، فكان هم مسافرين وكده، فكان نص الفرقه موجودين، فكان بيقول لي بخلي بالك منهم. ده يعني فانا بدات اخلي بالي منهم، بدات احب لعبهم، بدات اشتغل معهم بدون اي مقابل. تطوعي يعني؟ تطوعي كده ان احنا زملاء يعني. لمده سنه ونص كده، لغايه ما الدكتوره سحر قالت لي لازم تاخد شهادات في التدريب، وكان سني صغير لسه. فبدات من هنا يعني. وتخليت بقى عن حلم لعب كوره وبقيت مدرب. انا اصلا من طموحاتي وانا صغير حتى ان انا ابقى مدرب كره قدم، مش لعيب كره قدم. ده من الاول يعني. حضرتك كنت بتحلم بكده يعني؟ بالحلم ده من سنه 90 ايام الكابتن جوري بقى والناس. فطبعا حضرتك حسيت ان عايز ابقى مدرب واوصل لحاجه كبيره زيهم. ومتابع كره نسائيه بقى عن طريق الاولمبيات وكده من قبل ما اشتغل فيها. من قبل يعني. حضرتك مهتم اوريدي بالكره النسائيه؟ باللعبه مبهور بيهم يعني. واعتقد ان حضرتك ابتديت من بدري قوي، ما كانش لسه منتشر الكره النسائيه. كان 2003 تقريبا، فكانت لسه العمليه على الضيقه يعني لسه. وانا كنت لسه صغير شويه برضو. فاديتك خبره برضو يعني. كويس ان حضرتك ابتديت المشوار من اوله. واللي ساعدني في الاول ان اللاعبات كانوا قريبين من سني، فكان في يعني اندمجتوا كده وكنتوا قريبين في الفكر يعني. فانا حبيت اصحابي، بلعب مع اصحابي، بقعد مع اصحابي، فالحمد لله يعني لغايه ما طورنا وبقينا الحمد لله. ايه التحديات اللي بتقابلها مع تدريب الفتيات يعني؟ وهل يفرق عن تدريب الولاد؟ هل مثلا بيدلعوا ملتزمين يعني؟ بصي طبعا هو في فرق بين البنت والولد في طبعها، فده بيأثر برضه في الكوره. بس هي تدريب الكوره واحد يعني، عشان بخططه بلعب، بس طبعا بتفرق في الاحمال وبتفرق في الحاله النفسيه للبنات. يعني النهارده المود بتاعهم مش كويس، احنا هنتعامل ازاي؟ طب بتتعامل ازاي يا كابتن يعني مع الاصل البنات يعني دايما مودهم بيقلب على طول؟ الاول كنا بيحصل صدام وبيحصل تنشنه وبيحصل في اوقات كده يعني هم ما بيبقاش في الحاله الطبيعيه بتاعتهم. لا لما بدانا ندرس وبدانا بقينا يعني حتى لو عاقبنا حد نرجع تاني في قرارنا. بيبقى في طريقه معينه بقى توصلت ليها عشان تعرف يعني كل البنات دي يعني طبعا وبيحبوك جدا ومقدرين اللي بتعمله معاهم يعني. الحمد لله. انا بتعامل معاهم كاسره مش بتعامل معاهم كلاعبين. ما احنا حسينا فعلا الجو بينكم يعني عائلي يعني، عائلي مش مجرد مدرب لا عائلي واصدقاء، وبتدخل في مشاكلهم الخاصه، ولو في حد بيحتاج اي حاجه المدرب الوحيد ممكن اتعزم عندهم في البيت. علاقه اسريه بقى خلاص يعني، ما بقتش بس متواصل مع اولياء الامور، خاصه ايام امتحانات، ايام بشوف المود بتاعهم، بعرف الحاله، حتى لو زعقت مع حد وكده تلاقيني اتصلت بولي الامر بالليل اقول له هي حالتها عامله ايه. ده يعني كمان في تواصل يعني. بس تواصل من اللعيب ما يعرفش. بس تبقى عايز تطمن يعني من حبك فيهم، عايز تطمن عليهم. طبعا عشان اطمن ممكن اكون انا بضغط عليه ضغطه مثلا، فهي ما استحملتش بتروح تعيط، فانا كل ده بيوصل لي، فتاني يوم ببدا اصلح اللي انا عملته. في اي مواقف كوميديه للبنات في المعسكرات او في الماتشات؟ كلها بينه وبينهم مواقف كوميديه، وهم بيتعمدوا ان هم. احكي لنا كده اكتر موقف طريف تعرضتوا ليه يعني. هم ساعات بيقولوا احنا ننرفز الكابتن وائل عشان الكابتن وائل بيدينا افيهات. ده يعني هم بيتفقوا بقى، يقول لك سياسه الضغط دي. يقول لك احنا ايه هنعصبه دلوقتي عشان هو بيقوم قايل اي افيه وكده، هم بيتفقوا يعني. بيتفقوا عليك يا كابتن يعني. لا ما هو البنات بقى مين يقدر عليهم يعني يا كابتن يعني. يعني الله يكون في عونك يعني. في الاحتفالات بتاعت الدوري والكاس كانوا قالوا بس احنا هنطلع عينه، هو مطلع عينا طول السنه، فاحنا بيردوها بقى يا كابتن يعني. بس شفنا حضرتك في المؤتمر قلت هقسم لكم 100 جنيه كل واحد يعني. كلهم عشان ما سقفوش. لا ما عشان كده ايديهم وجعتهم بعد كده. التسويق كان جامد يعني. ايوه بنشكرك يا كابتن وائل على وجودك معانا، وبنبارك لك على الكاس وعلى الدوري، ويا رب دايما مزيد من النجاحات ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. شكرا لحضرتك.